جربسكوب اليوم موجودة في أول أيام عيد الفطر في مستشفى صادق المقدم معنا بين قوسين مريضة لكن لاحظت عليها اللي هي تبارك الله كما قالت البسمة والابتسامة ديما على وجهها. مرحبا بك مدام دليلة، إن شاء الله لاباس عليك وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. عايشة. شفناك متقلقة شوية أول ما دخلنا، قلتي جيتي من تونس ومريضة شوية، معيتيش على الفامي مع الفامي؟ خاطر أنا فينيتي جاي نعيد هوني، فيو اللي راجلي جربي وانا تونسية، جيت باش نعايد هوني الساعة الغالب من سوء حظي، البارح تعكرت صحتي وجيت لهوني. بون عملوا لي ديزاناليز وكل الحمد لله اللي لاباس، مي كومان لازم نبقى سو كونترول 48 اور برانسيب. دونك خلقت خاطر ولادي وحدهم وراجلي فوالا. كيفاش الاجواء؟ صحيح هي مش كيف الدار ممكن، لكن ممكن كيفاش لقيتي الجو في المستشفى صدق؟ من ناحيه جو ياسر، المرضى هوني طيبين ياسر بالحق، من البارح لليوم كاني ما خلونيش نقلق، ما خل بالعكس انا نبكي ساعات هكا على ولادي وعائلتي جاي باش نعيد. جاتني كيما جوغ دو ديسيبسيون بيان سور، جايب الحلو جايين عيد وفاكونس، دونك لقيت روحي في السبيطار هوني وراجلي وولادي جاوني فوالا الحمد لله. جوك اليوم طلوا عليك ولا مازال؟ جاني راجلي وولادي، ولادي زوز، عندي ولدي 13 ans aveugle والاخر 10 ans. معناتها ما قصرتش اداره مستشفى صادق المقدم حسب ما حكيت مع الناظر، قال لي الزياره مفتوحه اليوم. راجلي وولادي جاو ربي يخليهم لك وان شاء الله لاباس عليك وان شاء الله تروحي على خير. الاداره مشكوره ياسر 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 فريمون، ان سيرفيس ما كنتش نتصور لها ياسر، ما لقيتش كاني جي سوي شي موا. ان شاء الله لاباس عليك مره اخرى مدام دليله، ان شاء الله تروحي لصغارك وراجلك لاباس وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله العيد الجاي تكوني لاباس. عايشك بارك الله فيك. عايشك. معنا مدام نعيمة في قسم البدنية، أهلا وسهلا بك، عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتي حية بخير. شفتي مرحبا بك وكل عام وأنتم حية بخير، شرفت السبيطار بحدانا، بارك الله فيك وفرحتونا نهار العيد والحمد لله. وقتاش دخلتي مدام السبيطار؟ البارحة؟ لا 27. إش بيك لاباس؟ والله جيت عندي عروق دم، عندي دم يجري ياسر مع السخانة الطقس. وكيفاش لقيتي أجواء العيد اليوم في السبيطار كأنك في عائلتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خاطر عملنا جو عيد مع بعضنا. فهمتي؟ جو عائلتك طلعوا عليك؟ لا مازال ما جوش، كلموني بالتليفون بلغ لهم تحياتي كلهم، سيرتو خويا في فرنسا وولادو وكل أختي لهنا، نعطيها تحية كبيرة ياسر وجمال أحباب ولاد عمي ولاد خوالي اللي تفكروني كل بركة الله فيهم بلغ لهم تحياتي. إن شاء الله لاباس عليك. عايشك ويرحم والديك. كيفاش لقيتي الإطار الطبي وشبه طبي في مستشفى صادق؟ الحمد لله، بالنسبة كشخصي أنا الحمد لله البيبان مفتوحة، الحمد لله ما نرجع فيه من قدام كان كل خير. الحمد لله إن شاء الله نفرح نروح لديارنا والحمد لله. كيما حكينا المدام الأخرى هكا الحمد لله. إن شاء الله لاباس مرة. مرحبا بك زياد. بك عايشة. جدك ظهر لي مريض اليوم في مستشفى صادق المقدم، ان شاء الله لاباس عليها وحاجه وان شاء الله كل عام وانت بخير. جيت تطل على جدك اليوم اكيد واش تعيد عليه؟ اول مره مش بعيد عليكم مش في الدار؟ لا اول مره. لا باس تفرج الحمد لله يا ربي، برشا رعايه باهي والحمد لله يا ربي. خلوكم تدخلوا اليوم عادي معناتها الزياره؟ يوم الصحه. بالنسبه للجو نتاع السبيطار كيفاش العيد؟ لا لا الجو كده لا باس، لا لا باس الحمد لله يا ربي، تريقلوا برشا ونظمت برشا حاجات مع الفرق الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة وإن شاء الله لاباس. عايشة عايشة. كما نراو كما نشوفوا في الأبواب مفتوحة للجميع لزيارة المرضى نتاعهم. عسلامة سي صادق. صدق الله نظر عام مستشفى صدق نقدم عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بخير. كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك. مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. كما تعرفوا اجواء العيد ان شاء الله، ان شاء الله المرضى ما حسوش اللي كونوا غرباء، ان شاء الله ما بين اهلهم وهم اليوم، وفتحنا البيبان الكل في ثلاث حال في يوم كما هذا، الا لبعض الحالات اللي ما يسمحش بنا ندخل لهم. كل عام تعمل الزياره نتاعك سي صادق الفيزيت بطبيعه الحال في كل المناسبات الدينيه والوطنيه لابد نعمل زياره. شوف
والزياره مفتوحه اليوم، مش انطلاقا من الساعتين، مش محدد بوقت معين، مفتوحه على كامل. مفتوحه الا بعض الحالات اللي ما لازمش يدخلوا لهم، مثلا الحالات اللي فيها عدوى ولا حاجه كذا هذيك، اما مفتوحه يوم كامل. فهمتك، شكرا لك سي صادق. ما زلنا في الجوله اليوم في المستشفى صادق من قدم القمعان.